بو طير محمد. عندنا السكينة هنايا باش تدو علينا هنا في هذا الباب هذي قريبة لنا، وعندنا عندنا ناس كبار وعندي رويدة كبيرة، هذي إقامة سندس. إقامة سندس 91 وادفاس. الويلة دي تدخل لك لا طار السما ولا نزل، تخرجوا من تما وتدخلوا من تما ليه. هي اللي هرسوا لها البيبان، هرسوا لها البيبان ديالها وخلاوها مترعة. تم شدود. شكرا. والاسم ديال احمد المصباحي، الصفة يعني من السكينة ديال المتضررين، العمل ديالي فنان موسيقي. وهذا المشكل دابا عويص الا جينا نفسروه خصنا نهار، ولكن باختصار اللي غادي نقول لك وهو انهم الناس اللي مكلفين بهذه الودادية داروا استقالتهم. ملي داروا الاستقالة، اظن ملي داروا الاستقالة خصهم يعلموا الناس الساكنة ويقول لهم راحنا استقلينا ديروا اللي بغيتوا اولا شوفوا شي البديل. جاو هما قبطوا البيبان وسدوهم كلهم حشومة، وخلاو باب وحده اللي ما فيهاش الحديد، هذيك ديجا كانت محلوله ديما، كيقولوا لنا دخلوا خرجوا منها. علاش؟ حتى نشوفوا المشكل. وملي غتشوفوا المشكل علاش درتوا الاستقاله ديالكم؟ هذه من جهه. حنا اضطرينا باش نمشيو للمكاتب المعنيه بالارض، مشينا لعند السيد الوالي، مشينا لعند السيد القائد، مشينا لعند رئيس المجلس الجماعي، مشينا لعند المسائل الخاصه. درنا تما يعني الشكايات ديالنا، وهو عندنا التوقيعات ديال الساكنه اللي معنا موافقين، وعندنا التوقيعات ديال الاداره هنا. واخويا اش غادي نقول لك، تنطل ماشي انا اللي كنطالب الساكن هذا، كنطالب هاد الاصفاد بعد اولا يزولوا ويديروا لنا جمع عام ويبدلوا داك الوداديه، ويديروا لنا شي ناس اكفاء اللي غيمشيو هاد الشيء. شتي باش كنطالب هاد ويتحل لي مطبع غادي يزولوا اصفاد. الاصفاد ما بغي احشمت انا نقول، قلت انا اصفاد لان هذا بحال الحبس حشاك بعدا حشومة نقولوا هاد الكلمه ولينا بحال الحبس. انا شحال من مره كتجيني خدمه، جاتني وحده في الرباط وما قدرتش نمشي لها، خفت خلي ولا جاتني وحده في فاس في لي زوتيل وداك الشيء ما كنمشيش انا، وضيعوا لي رزقي انا. ولينا هذا ماشي فن، هذا خلينا المشكل عندنا في هاد البيبان هادو. هنايا سدوا علينا في هاد البيبان، سدوا هاد ثلاثه ديال البيبان وخلونا هاد الباب هادي اللي كيكونوا فيها لي زاغريسيون بزاف ومظلامه بالليل وبعيده على مصالحنا. حنا يمكن حنا كنخرجوا من هاد الباب هادي باش زعما قريبه لنا، خصنا نضربوا الكيلومترات باش نوصلوا للباب الاخر. الباب فتح الابواب ولا تعطينا سوارج ومضى الاتفاق هذا. يعطيونا سوارج ولا يتحلوا في خطر. شكرا. يا الشادي بعدا ساكن عندي 4 سنين ونص، ونسقي مساكن في هذه الاقامه، ونخلص المسائل ديالنا العاديه كامله. عمر ما ديك العلمان عليهم ولا حتى شي حاجه. دابا هاد الناس هادو سدوا لنا البيبان كاملين. حنا عندنا بنت صغار كما كتشوف، عندي هذيك ديال كبيره عندها عامين ونص، وكاين واحده اخرى عندها عامين، عندها عام ونص. حنا كنلقاو مشكل بعدا غير في كيفاش نديرو ان نخرجوا بناتنا على برا، كيخصنا نمشيو مسافه كبيره. ثاني حاجه ناقشنا مع هذه الوالديه على ابسط الحلول هو ساروت. عطيونا ساروت ديالنا نفتحوا الباب ونسدوه، ما بغاوش. قال لك هما الوالديه لا غادي تمشيو للباب اللي حنا اللي مفتوحه اصلا، وهذا الشيء اللي حنا تنكلموا عليه وصافي. شكرا.